بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الوصايا باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيه حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه ولا أوصى بشيء باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفقا أشفي فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقه الا اجرت فيها حتى اللقمه تدفعها الى في امراتك قلت يا رسول الله اتخلف عن هجرتي قال انك ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعه ودرجه لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أنت الصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب عن شرحبيل عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمائه عند موته حدثنا عبده بن عبد الله قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الاشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب ان ابا هريره حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل او المراه بطاعه الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فتجب لهما النار قال وقرا علي ابو هريره منها هنا من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم قال ابو داود هذا يعني الاشعث بن جابر جد نصر بن علي باب ما جاء في الدخول في الوصايا حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي فلا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم قال ابو داود تفرد به اهل مصر باب ما جاء في نسخ الوصيه للوالدين والاقربين حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. باب ما جاء في الوصية للوارث: حدثنا عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. باب مخالطه اليتيم في الطعام حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الايه انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى ياكله او يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه باب ما جاء فيما لولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم. حدثنا حميد بن مسعده ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. باب ما جاء متى ينقطع اليتم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المدني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال ابو داود ابو الغيث سالم مولى بن مطيع حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الحميد بن سنان حدثنا عبيد بن عمير عن ابيه انه حدثه وكان له صحبه ان رجلا ساله فقال يا رسول الله ما الكبائر قال هن تسع فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا باب ما جاء في الدليل على ان الكفن من جميع المال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمره كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجليه خرج راسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه من الاذخر باب ما جاء في الرجل يهب الهبه ثم يوصي له بها او يرثها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه بريده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: وإنها لم تحج. أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع. حا. وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل. حا. وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن عون. عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي منه فكيف تامرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه ساد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب، قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع. قال غير متأثل مالا. فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وساق القصه قال وان شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبد الله عمر امير المؤمنين ان حدث به حدث ان ثمغا وصرمه بن الاكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه ان اكل او اكل او اشترى رقيقا منه باب ما جاء في الصدقه عن الميت حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن اراه عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشياء من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له باب ما جاء في من مات من غير وصيه يتصدق عنه حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفتجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فتصدقي عنها. حدثنا احمد بن منيع حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان امه توفيت افينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لي مخرفا واني اشهدك اني قد تصدقت به عنها باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه، أيلزمه أن ينفذها؟ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة. فاعتق ابنه هشام خمسين رقبه فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه الخمسين الباقيه فقال حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي اوصى بعتق مائه رقبه وان هشاما اعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبه افاعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي لياخذ ثمر نخله بالذي له عليه فابى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظره فابى وساق الحديث اخر كتاب الوصايا